ايه الجرح اللي في حياة حلا او الشيء المحزن في حياة حلا اللي مهما عدى وقت ما بتنساهوش وممكن لحد النهاردة لو افتكرته تبكي؟ أثرت فيا جدا كانت وفاة جدتي الله يرحمها، مامة بابايا. انا كنت بحبها قوي وكنت متعلقة بيها جدا، والموقف ده أثر فيا قوي. في حاجة تانية برضو، ولادي ان هم بعيد عني حتى لو مش مدة طويلة. مش قادرة اقول لك كم الوجع اللي ببقى جوايا كل يوم لما اجي انام اصلا، بالذات وقت انه بحط كده راسي على المخده ببقى يعني قلبي كده بيتعسر، بيبقوا وحشني، ببقى نفسي يبقوا معايا. احساس صعب قوي. ايه الامنيه اللي فات اوانها من غير ما تحققيها؟ بصي، انا كان طول عمري نفسي ابقى دانسر وابقى ستايلست. يعني من وانا صغيره كنت بحب ارسم، بعمل فاشن ديزاين وكده، وبعمل حلو قوي. يعني من وانا صغيره جدا كنت برسمهم زي الكبار، يعني زي واحده كبيره بالالوان بكل حاجه. دي من الحاجات اللي كان نفسي اعملها بس ما عملتهاش. وكنت بحب الرقص، انا كنت برقص يوميا يمكن 3-4 ساعات في البيت، كنت بجن امي يعني. ميوزك عاليه بقى في البيت، وانا رايحه جايه وشعري كان طويل بقى ويفي، واقعد بقى اقلب شعري وارجع بشعري، عارفه اللي هي كده يعني. فكانت دي امنيه يعني ما عملتهاش. والتمثيل ما كانش على بالي خالص. خالص يعني. انا اعرف حاجه زي دي، ان التمثيل ما كانش على بالي. خالص ان انا هبقى ممثله. القدر طبعا، القدر اختيار هو اللي حطني هنا. يس. كان قدر حلو ولا قدر مرهق؟ لا، قدر حلو. انا مثلا بروح التصوير كل يوم ببقى مبسوطه ومستمتعه جوه الشغل. بحب حلو انك تعملي كاركتر كده، تطلعي حاجه مش منك وتقعدي وتعيشيها. فانا بنبسط لما بنزل الشغل، ببقى مبسوطه وسط زمايلي وانا بشتغل. بحب اشوف الحاله دي في الاخر لما تطلع كامله متكامله على بعضها بشكلها حلو. بتقدمي شخصيات مختلفه، بتقدمي معاني انسانيه حلوه، بتقدمي مشاعر حلوه. بيبقى جميل، حلو يعني. اكيد مبسوطه. اكيد.